أهلا بكم من مقر الكتابة العامة في هذا الحوار مع رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد محمد عبد العزيز. سيدي الرئيس، أبدأ معك من آخر تصريح للرئيس الفرنسي من المغرب، وأعلن صراحة عن دعمه لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب حلا للنزاع في قضية الصحراء الغربية. فعلا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قام بأول زيارة رسمية للمغرب من بعد انتخابه، عبر عن موقف فرنسي بالرغم من التغيير الحاصل في الموقف الفرنسي بمقارنة مع مواقف الرؤساء الفرنسيين الذين سبقوه، خاصة ساركوزي وشيراك. هناك مبادئ لا تقبل المساومة. مسألة حقوق الإنسان مسألة لا تقبل المساومة. مسألة حق الشعوب في تقرير المصير، يعني المنسجمة مع قرارات المجتمع الدولي، لا تقبل المساومة. فبالنسبة لنا كان على الرئيس الفرنسي أن يكون واضحا أمام الحكومة المغربية وأمام البرلمان المغربي حتى يسمي الأشياء بمسمياتها، وينادي بصراحة الحكومة المغربية أن تحترم حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وينادي الحكومة المغربية أن يعني تنسجم مع الشرعية الدولية وتقبل استفتاء حر وديمقراطي لتقرير مصير الشعب الصحراوي. هذه المواقف هي التي يمكن أن تخلص المغرب وتخلص المنطقة عموما من يعني تبعات حرب استعمارية، حرب احتلال تقوم بها المملكة المغربية منذ سنة 1975 إلى الصحراء الغربية، وهي يعني تعرقل يعني كل الجهود الخيرة للسلم وللتنمية في شمال أفريقيا. سيدي الرئيس، في رسالة وجهتها إلى ملك المغرب محمد السادس، قلت فيها تحديدا: منذ وفاة الحسن الثاني في منتصف 1999 أصبح الإحساس يتعمق لدينا يوما بعد الآخر بأننا منخرطون في شراكة من أجل السلام لكن دون شريك. هل تلقيتم ردا من ملك المغرب؟ مع الأسف الشديد احنا عشنا في هذه السنوات الأخيرة أعمال فظيعة قامت بها الحكومة المغربية، بالرغم من وجود الأمم المتحدة على الأرض، بالرغم من وجود الأمم المتحدة في الميدان. نذكر من هذه الأشياء الفظيعة اللي قامت بها الحكومة المغربية، ولا يمكن أن تكون هذه الأشياء أو هذه الأعمال أو هذه المواقف إلا بمبادرة أو مباركة من يعني الرجل الأول في البلاد الذي هو ملك المغرب. نتكلم مثلا عن تفكيك مخيم قديم يزيك بالقوة، الناس نائمة فجر يوم 8 نوفمبر 2011 وإذا بها يعني الجيوش البرية والجوية تهاجم النساء والأطفال والشيوخ وهم نائمون، ويحرقون خيامهم ويقتلونهم ويرمونهم بالرصاص إلى آخره. حوالي 30,000 مواطن نائمة في 8,000 خيمة، يعني هذا لا يمكن إلا بمباركة أو بمبادرة من الملك. نتكلم مثلا عن طرد مينات حيدار من ترابها الوطني ورميها في إسبانيا فقط لسبب أنها سجلت في بطاقة الدخول إلى مطار العيون أنها صحراوية، هذا لا يمكن إلا بقرار من ملك المغرب. نتكلم عن يعني سجن مجموعة من المناضلين الصحراويين وتقديمهم محكمة عسكرية، فقط ذنبهم الوحيد هي أنهم زاروا مخيمات اللاجئين الصحراويين والتقوا بأهلهم هنا.
نتكلم عن تقديم 25 مناضل صحراوي من آثار قديمي زيك إلى محاكمة عسكرية وإصدار حقهم يعني سجن بالمؤبد و25 و20 و30 سنة سجن نافذة. نتكلم عن أنه في اليوم اللي زور فيه كريستوفر روس مدينة العيون يعني القوات المغربية تنهال على متظاهرين ومتظاهرات صحراويين سلميين بالاعتداء السافر وتجريد النساء من ملابسهم وجرهم في الشوارع أمام الملأ وإهانة المرأة الصحراوية. هذه الفظائع، هذه الكبائر لا يمكن السكوت عنها، وعليها وعليه خاطبت ملك المغرب وكلمته بصراحة، وبعد من ذلك قلت له ملك المغرب الراحل الحسن الثاني قبل ومن خلال المفاوضات أن نذهب معا لحل سلمي على أساس تنظيم استفتاء حر ديمقراطي لتقرير مصير الشعب الصحراوي، ولاحظنا تراجع من طرف الملك محمد السادس عن هذا العمل. إذن حملت الملك المسؤولية في هذه الأشياء وناديته أنه وقف هذه الممارسة وتغيير هذه السياسة، ولا زلت أنتظر الرد من الملك. جهود الأمم المتحدة تصطدم بعراقيل مغربية. نتذكر أنه كريستوفر روس هو يقول أنه فرضت عليه إجازة لعدة أشهر لأن الحكومة المغربية رفضت تحفظت على تعيين كريستوفر روس وأوقفت التعامل معه بعد قيادته لسبع أو تسع جولات من المفاوضات إلى آخره، فقط من بعد ضغوط دولية الحكومة المغربية قبلت التعامل معهم من جديد، ولكن لا زالت يعني تحتفظ بتحفظها تجاهه. نرى ذلك في أنه لما جاء نظم الزيارة إلى المنطقة لم يتقابل معه الملك الحسن الثاني، وكذلك لما نظم الزيارة للمنطقة الحكومة المغربية صعدت قمعها للمواطنين الصحراويين وإهانتها لهم، وبالتالي هذا نقرأ منه كذلك هو يعني اعتراض على جهود الأمم المتحدة ومحاولة نصف جهود المبعوث الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة، الشيء اللي نرفضه وندينه وننادي مجلس الأمن الدولي إلى استخلاص العبارة وممارسة الضغوط الحقيقية على المغرب وحماية جهود المبعوث الشخصي. على ذكر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، هو معلوم أنه أنهى زيارته الثانية إلى المنطقة، هل حملت جديدا بالنسبة له؟ يصطدم في الواقع مهما كانت الإرادة الحسنة الذي يتوفر عليها روس ومهما كانت يعني الجهود التي يبذلها مجلس الأمن الدولي من خلال عمل كريستوفر روس، ولكن هذا يصطدم مع التعنت المغربي مع العراقيل المغربية التي تريد إفشال هذا الجهود. الجديد الأول لتحمل الزيارة هي أنه لم زيارة روس هي بزيارته للمنطقة يسلط الضوء على المشكل، ويعني كأنه يلفت انتباه الرأي العام العالمي إلى وجود حالة يعني استعمار في الصحراء الغربية تتطلب تصفية استعمار من الصحراء الغربية، يلفت انتباه الرأي العام الدولي إلى وجود احتلال مغربي مرفوض من طرف السكان الصحراويين ولكن كذلك مرفوض من طرف المجتمع الدولي. هو يعني بالزيارة يعني يتولد عن ذلك لفت انتباه إلى الفضائح التي يقوم بها المغرب من خلال انتهاكات حقوق الإنسان للصحراء الغربية. هذا العامل الأول يلفت انتباه كذلك لأنه في هذا الصراع موجودين طرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وبالتالي هو يحاول يحرك المياه الراكدة بزيارته، ونتمنى أنه في يعني مجلس الأمن القادم في نهاية أفريل يتولد هذا عن يعني إنشاء آلية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ودعم أقوى
لجهود روس وكذلك ضغط حقيقي فعلي للحكومة المغربية لكي تقبل تنظيم استفتاء حر وديمقراطي لتقرير مصير الشعب الصحراوي كوسيلة لحل المشكلة. ولكن هل أنتم متفائلون لما سيعرضه المبعوث الشخصي روس على مجلس الأمن في 22 أبريل المقبل؟ في تقديرنا التقرير لا يمكن أن يصم الأذان عن الممارسات الفظيعة اللي تمارسها الحكومة المغربية ضد المواطنين الصحراويين في الأرض المحتلة، وبالتالي من المفروض أن التقرير يحتوي على ممارسات مشينة للمملكة المغربية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، الشيء الذي يتولد عنه يعني ضرورة أن مجلس الأمن والأمم المتحدة تتكفل بحماية حقوق الإنسان بصورة والله بأخرى في ظل الوجود الاحتلال المغربي في انتظار الحل النهائي. إذا تتوقع هل يوثق المبعوث الشخصي ما رآه وما بلغه أثناء الزيارة من انتهاكات صارخة؟ بالتأكيد التقرير لابد أن يوثق ممارسات الحكومة المغربية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. لا أظن أنه لابد أن يتم ذلك.